حماية الأصول، كيف تنظم موضوع الإرث لحماية بناتك وزوجتك؟ أنت عربي مسؤول عن عائلة مكونة من الإناث فقط. إذا لم تفعل شيئاً لتخطيط المستقبل، من الممكن أن ينتهي المطاف بعائلتك في حالة من عدم الاستقرار بسبب موضوع الإرث. من موقعك كأب مسؤول، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأن أعضاء عائلتك من الإناث لا يحق لهم كل الثروة الخاصة بك في حالة الوفاة وتقسيم الإرث. مرحبا، أنا أحمد جلمبو. And I am Enzo Caputo with SwissBankingLawyers.com. Ahmed, as a Swiss wealth manager and a Swiss asset manager and former Swiss banker with more than 15 years of experience, of professional experience in the Swiss private banking industry, what is your experience with such situations, with such problems? How you solve these problems? وفقاً لخبرتي الطويلة مع عملائي، فإن غالبية عملاء الشرق الأوسط مقتنعون أن تحل هذه المشكلة من خلال حساب بسيط مشترك باسم رب الأسرة وزوجته أو ابنته. Ahmed, is such an account a reliable succession planning instrument? Is this a good succession planning instrument? What do you think? Good question, Enzo. لا على الإطلاق. وفقاً للقانون المصرفي السويسري، سيتم تجميد الحساب المشترك على الفور بعد وفاة أحد أصحاب الحساب. سيبقى الحساب المشترك مجمد لسنوات وسنوات حتى يأتي قرار المحكمة الشرعية للبنك للإفراج عن الأموال. هذا ممكن أن تصبح القصة بدون نهاية، أو يمكن أن تنتهي نهاية حزينة، وفي معظم الحالات الموضوع يكون مضيعة للوقت، مرهق جداً ومكلف جدا جدا. إياك واستخدام الحساب المشترك. من واجبك أن تحمي عائلتك الآن قبل حدوث أي مكروه لا سمح الله. Ahmed, in your capacity as wealth manager, what is the most efficient, the most powerful succession planning instrument? What is the best succession planning instrument? هناك حلول عديدة لهذه المشكلة، وأسوأ حل هو أن لا تفعل شيئا، وذلك من الممكن أن تبقى زوجتك أو بناتك بدون أي أموال أو ثروة. أحد الحلول هو بأن تقوم بفتح حساب واحد باسم زوجتك أو ابنتك. المشكلة هنا أنه لن يكون لديك أي سيطرة على الحساب على الإطلاق. وبالنسبة لك كرب الأسرة، نحن نقدم لك حل لكل من الحفاظ على السيطرة الكاملة على الأصول الخاصة بك لآخر لحظة، وأن يتم توزيع الأصول وفقا لتعليمات محددة والتي يمكن تعديلها في أي وقت، ودائما الأولوية أن تتم دون المساس بقوانين الشريعة الإسلامية المتعلق بموضوع الإرث. عائلتك سوف تكون بأمان لأنه لدينا الحل، وهو عقد الثقة التراست البسيط مع إنشاء الترتيبات السليمة لذلك. ضماننا لك بأن خدمة نظام التراست السويسرية لدينا متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 100%. Ahmed, what is a simple trust and what are the costs? نظام التراست البسيط هو الحل الوحيد الذي يعطيك التحكم والسيطرة المطلقة على الثروات الخاصة بك وإلى الأبد. في حالة الوفاة بعد عمر طويل، يتم توزيع الأموال في نظام التراست لصالح بناتكم والزوجة دون مواجهة حالة تجميد الحسابات مثل الحل القديم للحسابات المشتركة. وسيتم تنفيذ عملية التوزيع بناء على تعليماتك المسبقة، وتتلخص التعليمات الخاصة بك في رسالة توصية مفصلة مودعة لدى مركز الوصاية السويسري الرسمي، وتوضح رغباتك وتوصياتك بالتوزيع بكل دقة. Ahmed, can this letter of wishes be changed during the life of the principal, during the life of the client? Can this letter of wishes be changed? What is your opinion? What is your response? بالتأكيد،
ويرجى مشاهدة الفيديو الخاص بنا المتعلق بخدمة التراست اللي شرح مبسط وواضح ومفصل. If you are a responsible father, protect your family from any kind of risk. Do the first step, pick up the phone and call me with the following number 004144-212-4404 now. I will answer all your questions free of charge in English. وإذا كنت ترغب بالاستشارة باللغة العربية مجانا اتصل بي الآن على الرقم 0041-76-46-77-088. شكرا على ثقتكم الغالية. عش ثري وستبقى ثري بإذن الله. نراكم قريبا ونترككم بحفظ الله ورعايته. Be rich and stay rich. Have a wonderful day. Thank you. Thank you.